السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع استثماري لمستثمر جزائري في ولاية سطيف في المنطقة المسماة بحمام السخنة، وهذا المشروع هذا يتعلق ب يعني إنشاء مركب ضخم لإنتاج البيض وتربية الدواجن لغرض يعني إنتاج مادة مسحوق البيض، مادة جافة، وهذا بفضل تقنية تم الوصول إليها بعد دراسات وأبحاث طويلة تمت في الصين من أجل إنتاج مادة مسحوق البيض، إذن مادة جافة اللي تستعمل في الطبخ بصفة عامة. إذن هذا المصنع يعتبر الأول في الجزائر وفي إفريقيا، وهو واحد من أكبر يعني من المركبات يعني من حيث المساحة، حيث يحتوي على مساحة 9 هكتارات، ويقع في بلدية حمام السخنة كما قلنا في ولاية سطيف، واللي الآن يعني نسبة الإنشاء وصلت إلى حوالي 40%، حيث أنه استهلك حوالي 150 مليار سنتيم من مجمل الميزانية 400 مليار سنتيم مخصصة لهذا المركب، وحيث أنه في الوقت الحالي يشغل حوالي 160 عامل، وسوف يشغل 450 عامل عندما تنتهي كل الأشغال به وتتفتتح كل الأجزاء الموجودة في المركب هذا، لأن في الوقت الراهن تم فتح جناح واحد لكن فيه عدة ورشات وعدة جوانب أخرى من هذا المركب اللي سوف راهي قيد الإنشاء حاليا، وأنا أشوفه في الصور الشيء اللي رانا نقوله فيه. إذن هذا هو المركب نتاع حمام السخنة، إذن وإن شاء الله يكون فيها خير، وإن شاء الله هذه المادة تاع المسحوق تاع البيض يكونوا رواد في إفريقيا لكي نصدر هذه المادة، واللي نعرف أن البيض يعني عنده مدة تاع التلف، يعني مش حاجة مليحة أن يتم إنتاج مسحوق لمادة البيض هذا. إذن أنا أخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.